فضيلة الشيخ، هل حضور الدروس على المعتكف يؤثر من أجل اعتكافه؟ نعم، هل حضور الدروس على المعتكف يؤثر من أجل اعتكافه؟ لا، حضور الدروس في المسجد اللي هو معتكف فيه هذا يزيده خيرا، إذا كان المسجد الذي أنت معتكف فيه فيه دروس تحضرها، هذا زيادة خير، طلب للعلم والذكر الله عز وجل والمشاركة في حلق الذكر، في قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما إذا كان الدرس في مسجد آخر فهذا لا تخرج من المسجد الذي اعتكفت فيه إلى مسجد آخر من أجل الدرس، بل تبقى في المسجد الذي أنت معتكف فيه، لأن الخروج يقطع الاعتكاف.